تقول من عادتنا وتقاليدنا أن البنات لا يتزوجن من رجال خارج العائلة، فالبنت عندنا تظل إذا لم يتقدم إليها ابن عمها وابن خالتها أو قريبها إلى أن تصير عانس. نرجو من فضيلتكم التكرم وإلقاء النصيحة حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. هذا الموضوع لا يجوز البقاء عليه، وهو تحجير الفتاة من الزواج إلا من أقاربها أو من بني عمها، فالواجب أن تزوج بالكفء الذي يصلح لها وترغب فيه ولو لم يكن من أقاربها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. المهم أن تزوج الفتاة عند بلوغها وحاجتها للأزواج، أما أن تمنع حتى يتقدم إليها أحد من أقاربها، هذا هو العضل المحرم المنهي عنه شرعا، لأنه يفوت على الفتاة المسكينة زهرة عمرها وشبابها، ويفوت عليها الخطاب الأكفى، ويعرضها للبقاء بدون زوج، وفي النهاية قد تتزوج من لا يصلح لها. ولا يجوز تحجير الفتاة على بني عمها أو أقاربها، ربما يكون لا يصلح لها ولا تصلح له. فالمدار على من فيه الكفاءة لها والخير لها ولو لم يكن من بني عمها.